يعني خلونا نتكلم عن كمان الحاجات الإيجابية جدا اللي شفناها في الفترات الأخيرة، وهي الجامعات الأهلية اللي هي في الحقيقة تجربة مهمة جدا، لأنها بتوفر فرصة تعليم بمستوى في الحقيقة دولي، وبيكون في شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية. وإحنا كنا اتكلمنا في صباح الخير يا مصر عن الجامعات الأهلية بالتفصيل، لكن خلونا نعرف بقى الجديد عنها أكتر من الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة. صباح الخير على حضرتك ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم استاذ بسنت والاستاذ هدير، وصباح الخير على كل مصر، واهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء مع جامعه المنصوره الجديده. اهلا بحضرتك. يعني كلمنا عن الشراكات ما بين الجامعات يمكن الدوليه والجامعات الاهليه، وحابين نعرف اهميه هذه الشراكات ونقل يمكن الخبرات كمان. تمام، هو حضرتك خليني بس قبل الشراكات، لان الشراكات دي بتبقى محصله حاجات كتير قوي، ان الجامعه يكون لها اسم ويكون لها سمعه وتكون بتشتغل باليات منضبطه واليات محدده ومعروفه وفيها شرفيه وفيها من الامكانات ما يؤهلها لعمل هذه الشراكه. يعني خلينا نقول ان عشان الجامعه تدخل في شراكه مع اي جامعه من الجامعات الدوليه عشان تمنح درجتها في جامعه المنصوره الجديده، لان الشراكه يعني اللي احنا بنسعى اليها دايما ان احنا نعمل حاجه بنسميها الدول ديجري. الدول ديجري يعني الطالب يحصل على درجه البكالوريوس او الليسانس من جامعه المنصوره الجديده، وفي نفس التوقيت يحصل على درجه البكالوريوس او الليسانس من الجامعه اللي احنا عاملين معاها شراكه. الحقيقه كل الجامعات الاهليه ومنها جامعه المنصوره الجديده سعت في هذا الاتجاه، وتقريبا احنا في سبيل الانتهاء من شراكه كبيره جدا جدا في معظم برامج جامعه المنصوره الجديده مع احدى الجامعات البريطانيه. طبعا الشراكه بتبدا، احنا عندنا السنه الاولى في معظم البرامج في جامعه المنصوره الجديده بنسميها الفاونديشن يير، او زي السنه التمهيديه اللي الطالب بياخد فيها اسس التخصص اللي هو ملتحق بيه. الشراكه بتبدا من السنه التاليه، لان وفقا لاتفاقيات بولونيا والانظمه المعمول بها في العالم، معظم الدرجات العلميه اللي بتمنحها الجامعات العالميه يمكن تكون عدد الساعات اللازمه لمنح هذه الدرجه اقل من عندنا شويه، فالسنه الفاونديشن يير او سنه التمهيد او الاعداد دي بياخد فيها الطالب الاسس اللي احنا بنتكلم عليها، ويلتحق في السنه التاليه ان شاء الله في هذه الشراكات اللي احنا بنجهز ان احنا نمنح درجه مشتركه مع احدى كبرى الجامعات البريطانيه. احنا تقريبا في طور الاتفاق النهائي، احنا وقعنا حاجه زي الميموراندوم اوف اندرستاندينج او خطاب حسن النوايا، لكن ان شاء الله الاتفاقيه بشكلها النهائي جاهزه على التوقيع في غضون اسابيع قليله ان شاء الله. دكتور، عايز اسال حضرتك عن سوق العمل، وازاي الجامعات الاهليه الجديده بتتسق مع سوق العمل سواء محليا او اقليميا او دوليا، واللي موجود في الجامعات الاهليه دي هيستفيد ازاي من ده؟ هو الحقيقه اصلا فكره الجامعات الاهليه كانت مبادره رئيسيه، والمبادره ديت لما طرحت عشان تتعمل جامعات من جامعات الجيل الرابع كان سبقها دراسات عديده جدا ومستفيضه حول فرص العمل. وفرص العمل اللي احنا بنتكلمها او سوق العمل ليس المعني به سوق العمل في مصر، ولكن سوق العمل زي ما قلنا في شمال افريقيا وفي المحيط العربي في الشرق الاوسط وفي العالم بشكل كامل. الحقيقه البرامج اللي انشئت الجامعات واسست عليها هي برامج فعلا تتفق مع احتياجات سوق العمل في الكومبوننتس اللي قلت عليها، يعني احنا بنتكلم على المستوى المحلي، المستوى الاقليمي، المستوى الدولي، لكن عندنا تارجت اساسي كمان مش بس سوق العمل، لان سوق العمل ده دايناميك وبيقدر يتغير كل شويه. التارجت الاساسي بتاعنا ان الطالب بيتعلم بشكل مختلف يؤهله ان هو يطور نفسه ويعلم نفسه مدى الحياه عشان يتواكب مع اي مستجدات تطرا على سوق العمل. فالحقيقه الجامعه بتجهيزاتها بالبرامج طيب النوعيه المختلفه. دكتور معوض، مساله التعليم بشكل مختلف هنا نتوقف عند الكوادر اللي بتعلم بقى، يعني هل بيتم طبعا اختبارهم بطريقه ما علشان يتواجدوا هذه الكوادر داخل الجامعات الاهليه؟ طبعا طبعا، احنا عندنا اجراءات صارمه جدا في اختيار اعضاء التدريس واختيار الجهاز الاداري وحتى في اختيار الطلاب. احنا الجامعات الاهليه الجامعات الوحيده في مصر اللي بتعمل اختبار قبول، والاختبار القبول شفاف، واختبار قبول بيقيس مهارات الطالب في المجال اللي هو بيود الالتحاق فيه عشان نضمن له الاستمرار في والتحقيق نجاح بشكل معقول في هذا البرنامج، وان يكون مؤهلاته وكفاءاته الشخصيه تتفق مع البرنامج اللي اختاره. فبنعمل اختبارات قطعيه للكلام ده، يعني احنا بنختار الطالب بشكل مختلف، بنختار عضو الجهاز الاداري بشكل مختلف، بنختار حتى القيادات بشكل مختلف، وكل ده من خلال اجراءات شديده الوضوح. واللي عندنا كمان نظام تقييم مستمر، يعني عضو هيئه التدريس او عضو الجهاز الاداري اللي ما بيشتغلش بالكفاءه المطلوبه او يتسق مع الانظمه
المعموله ويفعلها ويعظم الاستفاده منها الجامعه بتستغنى عنه. احنا ما عندناش لا موظف ولا عضو هيئه تدريس ولا حد مدى الحياه، لا عندنا مرهون استمراره في الجامعه بكفاءته اللي بتقاس كل شويه وفقا لاليات عديده ومتعدده. خلينا نتكلم عن سوق العمل مره ثانيه، بس خلينا نتكلم عن الطلبه بقى. وفي الحقيقه خليني في الاول اشيد بالحاجات اللي احنا شايفينها على الشاشه دلوقتي من معامل، من لكتشر هولز او المكان اللي بيقام فيه المحاضرات. وفي الحقيقه الجامعات الاهليه فيها كليات جديده بتواكب ما يحتاجه سوق العمل، بنتكلم عن الزراعات الصحراويه، العلوم الاساسيه، الصناعات التكنولوجيه، هذه الكليات. فحضرتك حابه اتكلم عن الكليات الجديده الموجوده في الجامعه عند حضرتك. حد حضرتك على سبيل المثال احنا عندنا في جامعه المنصوره الجديده كليه الهندسه للمنسوجات، ودي الكليه الوحيده والفريده والمتفرده يمكن تكون في منطقه الشرق الاوسط، ودي هتعمل نقله كبيره في صناعه المنسوجات والموضه وتسويق المنتجات بهذا الشكل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان عندنا كليه العلوم الحاسب وكليه الهندسة الحاسب. في علوم هندسه الحاسب لدينا برامج مختلفه تماما عن اللي بنسمع عنها، يعني عندنا هندسه ذكاء اصطناعي وعلوم ذكاء اصطناعي، عندنا ده يمكن الكليه دي من اهم، او الذكاء الاصطناعي هو من اهم يعني القطاعات اللي بيهتم بيها العالم دلوقتي. الحقيقه في ظل الثوره الرقميه والتكنولوجيه والتحول الرقمي بتصبح هذه التخصصات ذات اهميه شديده، والدوله بكاملها الدوله المصريه بتتحول رقميا وانجزنا فيها انجازات عديده جدا. فاحنا محتاجين في فتره قصيره جدا يكون عندنا المؤهلين اللي يتعاملوا مع هذه الانظمه اللي هي اصلا انظمه ذكيه، اللي هي انظمه من نوع مختلف. يعني احنا دلوقتي بنتوسع بشكل كبير جدا في المتخصصين في مجال الانترنت الاشياء والسايبر سيكيورتي والامبيدد سيستم او الانظمه المضمنه والكلاود كومبيوتنج. يعني كل هذه الامور هي سوق العمل محتاجها على المستوى العالمي والمستوى الوطني والمستوى القومي، فاحنا مفردين لها تخصصات عديده ومتعدده. احنا كمان شايفين على الشاشه دلوقتي ملاعب يعني فولي وتنس وسباحه، هي حبابات سباحه. الحقيقه انا ما قداميش شاشه، لكن الجامعات الاهليه ممكن حضرتك تعرضي اي جامعه اهليه سواء جامعه الجلاله او جامعه المنصوره او جامعه العالمين الدوليه او جامعه المنصوره الجديده، احنا منظومه واحده بتجهيزات واحده. ودي كان بقول لحضرتك مبادره رئاسيه السيد الرئيس في احد مؤتمرات الشباب، قال هيكون عندنا نوع من التعليم الجديد والعالمي. هذا النوع من التعليم الدوله بذلت فيه كل جهدها عشان تطلع الاربع جامعات اللي قلت لحضرتك عليهم، وسينشا في الايام القليله القادمه او في السنوات القليله القادمه جامعات اهليه اخرى برعاية من الدولة وتمويل كبير من الدولة عشان توسع مجال الفرص المتاحة أمام أبنائنا. وهذه الجامعات ستخرج من عباءة أو من رحم الجامعات الحكومية المصرية. وكمان عاوز أكد أن هذا التوجه منسحب كمان على الجامعات الحكومية. الجامعات الحكومية تشهد ثورة في التطوير والتحديث في كل منشآتها وفي كل بنيتها وفي كل برامجها، بحيث يكون هذا التعليم متوفر بأكثر من شكل ومتاح لكل المصريين سواء القادر أو غير قادر. يعني ربما تكون الجامعات المصرية الأهلية لها رسوم، لكن على نفس المستوى من التطوير والتحديث والبرامج الحديثة دلوقتي موجود في كل الجامعات المصرية. دكتور معوض، نقدر نقول أنه في اتجاه من الدولة المصرية لمسألة التوافق مع النظم التعليمية العالمية؟ بالتأكيد حضرتك النهاردة الدولة المصرية بتستثمر بشكل كبير جدا جدا في صناعة الإنسان المختلف القادر على التعامل مع كل المستجدات الحديثة والقادر على المنافسة في سوق العمل الدولي. يعني احنا ان شاء الله في فترة وجيزة جدا جدا هيكون نتاج هذا التطور الهائل سواء في الجامعات الأهلية او الجامعات الحكومية او الجامعات التكنولوجية او الأنماط المختلفة من التعليم اللي بتشهد طفرة لم تشهدها البلاد في طيلة السنوات السابقة كلها. يعني في آخر 5 سنوات حجم الإنجاز اللي تم في صناعة الإنسان والاستثمار في الإنسان في التعليم على مستوى التعليم الحكومي المجاني والتعليم الأهلي والتعليم الخاص غير مسبوق، والنوعية بتاعة التعليم غير مسبوقة والبرامج غير مسبوقة، وده يشي أو يؤشر إلى وجود فرص حقيقية لأبنائنا الخريجين في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. صحيح. دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.